بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات من الأستاذ محمد البخاري. اليوم غادي ندير معكم الحصة الخامسة، أنواع المحاليل من الوحدة الثالثة. إذا نحن كنا درسنا الموضوع الأول في الوحدة الثالثة اللي هو تصنيف وخاصية المادة، بالنسبة للموضوع الثاني متعلق بالخلائط والذوبان. الخلائط والذوبان، إذا اليوم غادي نديرو الحصة الخامسة أنواع المحاليل. إذا من بين أهم الأهداف التي سنتعلمها من خلال هذا الدرس هو كيفية معرفة بأن واحد الخليط هو عبارة عن محلول أو لا، وكذلك سنتعرف على بعض أنواع المحاليل، ثم سنوضح الفرق بين المحلول المخفف والمركز والمشبع. إذا كما دائما غادي نبدأ بدراسة الصورة وكذلك نص الانطلاق. إذا الصورة توضح ماء البحر، إذا الماء ديال البحر. بالنسبة للوضعية هي كالتالي: قالت سلمى لصديقتها ليلى: كنت أسبح في ماء البحر، تذوقته ووجدته مالحا. من أين أتت هذه الملوحة؟ أجابتها ليلى: أن المياه كيفما كان مصدرها فهي تحتوي على أملاح معدنية. إذا الوضعية هي هذه: سلمى كانت تسبح في البحر وتذوقت ماءه فوجدته مالحا، وقالت لصديقتها ليلى: من أين أتت هذه الملوحة؟ يعني منين جات هذه الملوحة؟ فقالت لها ليلى: أن المياه كيفما كان مصدرها فهي تحتوي على أملاح معدنية. يعني المياه كما كانت كتحتوي على أملاح معدنية. إذن هذا هو التفسير ديال الملوحة ديال البحر من طرف ليلى. إذا في نظركم فينا هو سؤال تقصي اللي ممكن نقترحوه باش ندرسو هاد الحصة ديال أنواع المحاليل؟ إذا بناء على الوضعية فسؤال تقصي هو سؤال التقصي: ما هي أنواع المحاليل وما الفرق بينها؟ ما هي أنواع المحاليل وما الفرق بينها؟ بالنسبة للفرضيات، كما كنقول لكم دائما الفرضيات، افترض أي فرضية التي تكون جواب لسؤال التقصي. إذا مثلا أنواع المحاليل تختلف المحاليل من حيث درجة الملوحة، مثلا نجد المخفف والمركز والمشبع، لأن هما أنواع المحاليل. فرضية، إذا سنتحقق من صحة هذه الفرضية بالإجابة على أنشطة أتحقق. مفهوم؟ إذن أتحقق: أولا أحضر كمية قليلة من الملح وكأسا بها ماء وملعقة. إذن غادي نجيب واحد الكمية قليلة من الملح، الملحة، وغادي نجيب كأس بها ماء، واحد الكأس فيه الماء وملعقة. إذن هي الصورة رقم واحد. صورة رقم واحد بداية المناولة، يعني منين بدينا التجربة. أضيف الملح إلى الماء وحرك. إذن غادي نحط داك الملح في الماء وغادي نبدأ نحرك. إذا في نظركم ما هي الملاحظة التي سنخرج بها في نهاية المناولة؟ إذا لاحظوا معايا هنايا بداية المناولة هنا الملح، ولاحظوا في نهاية المناولة إن اختفت الملح. إذا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ اختفاء الملح. نلاحظ اختفاء الملح بعد ماذا؟ بعد عملية التحريك. بعد التحريك. فنمر إلى السؤال الموالي: أملأ الفراغات بما يناسب، متجانس محلولا يذوب. الملح، ماذا يقع للملح في الماء؟ يذوب. الملح يذوب في الماء. يدعى خليط الملح والماء يدعى محلولا. محلولا، وهو خليط متجانس.
إذن خليط متجانس قلناها في الحصة السابقة بأنه خليط لا يمكن التفرقة بين مكوناته، مفهوم؟ إذن هنا الملح يذوب في الماء، يدعى خليط الماء والملح محلولا وهو خليط متجانس. نمر إلى المناولة رقم 2. أحضر 3 كؤوس تحتوي كل منها على حوالي 50 مليلتر من الماء. إذن غادي نجيب 3 ديال الكؤوس، كل واحد فيهم فيه 50 مليلتر من الماء. أضع قطعة سكر في الأولى، إذن الكأس الأولى غادي نوضع فيها قطعة ديال السكر، والكأس الثانية شحال غادي ندير فيها ديال القطعة ديال السكر؟ غادي ندير فيها جوج ديال القطع، قطعة سكر وكأس ماء. نعم، أحرك وأتذوق المحلولين، إذن غادي ندير هاد القطعة في الماء وغادي نحرك، وهنا غادي ندير هاد القطعتين في الماء وغادي نحرك، مفهوم؟ وغادي نستنتج. شنو في نظركم غادي نستنتج بعد التذوق المحلولين؟ يعني خصني نحرك ومن بعد نتذوق، يعني نذوق داك المحلولين. إذن الاستنتاج الذي يمكن الوصول له أن المحلول 2 أحلى من محلول المحلول 2، أو محلول محلول الكأس 2، نعم، أحلى من محلول الكأس 1، مفهوم؟ إذن علاش؟ حيت فيه 2 طوبات ديال السكر بالمقارنة مع الكأس 1 اللي فيه فقط قطعة واحدة، مفهوم؟ إذا الاستنتاج هو أن محلول الكأس 2 أحلى من محلول الكأس 1. النقطة الموالية، أضيف كمية من السكر في الكأس الثالثة. الصورة رقم 5. إذا الصورة رقم 5 زادوا كمية من السكر في ذاك الماء وبغاو يخلطوا. إذا أحرك إلى أن يترسب السكر في الكأس. دابا غنبقى نحرك 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 حتى كيترسب، حتى كيولي لينا السكر مترسب. اتذوق المحلول الناتج واستنتج. اذا غادي نذوق عاوتاني المحلول اللي غادي يخرج هنايا، ومن بعد ساستنتج. شنو هو الاستنتاج في نظركم؟ اذا الاستنتاج هو ان محلول الكأس 3 حلو جدا مقارنة بالكأسين 1 و2، إذا هو حلو جدا، الكأس 3 حلو جدا، نعم. إذا الاستنتاج هو أن الماء أصبح ماذا؟ أصبح غير قادر على إذابة المزيد من السكر، لأن الماء غير قادر على إذابة المزيد من السكر، لذلك أصبح حلو جدا، ولذلك أصبح السكر مترسب في قعر الكأس، مفهوم؟ سنمرأ الفراغات. أملأ الفراغات بما يناسب، مشبع، مخفف، تركيزا. المحلول بالكأس الأولى محلول سكر ماذا؟ كأس الأولى مخفف، علاش؟ لأن فيه فقط قطعة واحدة من السكر، بينما المحلول بالكأس الثاني أكثر تركيزا، يعني هو مركز أكثر من المحلول ديال الكأس الأول. وفي الكأس الثالثة نحصل على محلول سكر مشبع، داكوغ؟ إذا داك المحلول ديال السكر كيولي مشبع، علاش؟ لأن الماء كيولي غير قادر على إذابة المزيد من السكر، لأنه غير قادر على إذابة المزيد من السكر، مفهوم؟ الآن غادي نمروا إلى قراءة الملخص، مفهوم؟ أستخلص، عند إذابة جسم صلب في الماء، منين غادي ندوبوا واحد الجسم صلب في الماء، نحصل على خليط متجانس. غادي نحصلوا على واحد الخليط متجانس يسمى محلولا. اذا الخليط المتجانس كيتسمى محلول، مثل ماء البحر، لان الماء ديال البحر الا مشيت جبت داك الماء حطيته في كأس ما غاديش يبان لي الملح وغادي يبان لي الماء، غادي يبان لي خليط متجانس عبارة عن محلول، مفهوم؟ المحاليل انواع، منها المخفف والمركز والمشبع. اذا المحاليل عندها بزاف ديال الانواع، بينها المخفف يعني خفيف، مركز يعني زايد دوغري على المخفف، والمشبع هو عندما يصبح الماء غير قادر على إذابة المزيد من السكر أو مزيد من الملح أو مزيد من الجسم الذي أذبناه في الماء. Lorsqu'on dissout un corps solide dans l'eau, on obtient un mélange homogène appelé
une solution comme l'eau de mer. Une solution peut être diluée, concentrée ou saturée. D'accord? Donc le محلول ممكن يكون مخفف, مركز أو لا مشبع. فنمروا إلى إنجاز تطبيق ما بعد الملخص. إذا عندنا جوج التطبيقات. أولا لدينا ثلاثة محاليل حجمها 100 مللتر. المحلول واحد به 10 غرام من الملح, والمحلول اثنان به 20 غرام من الملح, والمحلول ثلاثة به 30 غرام من الملح. إذا عندي ثلاثة ديال المحاليل, يعني ثلاثة ديال الكؤوس. كل كأس فيها شوية ديال الملح. الكأس الأول فيه 10 غرام ديال الملح, الكأس الثاني فيه 20 غرام من الملح, والكأس الثالث فيه 30 غرام من الملح. السؤال هو كالتالي: ما هو المحلول الأكثر تركيزا من بين هذه المحاليل؟ إذا المحلول الأكثر تركيزا هو, إذا راه واضح, هو المحلول رقم 3. داكوغ, المحلول 3. علاش؟ لأنه يحتوي على الكمية الأكبر من الملح. إذا المحلول رقم 1 فيه 10 غرام, والثاني فيه 20 غرام, ولكن الثالث فيه 30 غرام. إذا 30 غرام أكبر من 20 و10 غرام. إذا المحلول الأكثر تركيزا هو المحلول رقم 3. فالآن غادي نمرو إلى التطبيق رقم 2. جونتوغ لي ميلونج كي سون دي سوليسيون. دونك غادي ندور على خلائط اللي هما عبارة عن محاليل. أولا خصنا نعرفو تعريف ديال الخليط عندما يكون عبارة عن محلول. إذا الخليط لكي يقال عنه أنه محلولا هو عندما نكون غير قادرين على التمييز بين مكوناته, نقول عليه محلول متجانس. مفهوم؟ إذا لو إلويل, الماء والزيت. نظركم الماء والزيت إلى خلطتهم, واش في نظركم؟ ما يمكن ليش نميز بين فينا هو الزيت وفينا هو الماء, مستحيل. إذا إلى خلطت الماء والزيت غادي تعطيني طبقة من الماء وطبقة من الزيت, إذا هو خليط غير متجانس, إذا ليس بمحلول. لو سيرو اي لويل. سيرو هو السيرو, السيرو راه كيلعب دور ديال الماء والزيت, إذا حتى هو خليط غير متجانس. لو اي سيرو, الماء والسيرو, إذا هما بحال بحال, إلا خلطتهم ما غاديش نميز بين المكونات, إذا هو محلول. ندور عليه. لو إلى الكول, الماء ولا الكول, دونك حتى هو إلا خلطته ما غاديش نميز ما بين المكونات, إذا هو عبارة عن محلول. لو مينيرال, ماء المعدني, ماء المعدني حتى هو محلول. لو غازوز, الماء الغازي, أولا بحال المشروبات الغازية, إذا هي محاليل. الكول اي سكر, الكول اي سكر, دونك الكول كيلعب الدور ديال الماء, الا درت فيه السكر غادي يذوب, اذا غادي يصبح لي محلول لا يمكن التمييز والتفريق بين مكوناته, اذا غادي نقول عليه خليط عباره عن محلول, يعني خليط متجانس. مفهوم؟ وبهذا غادي نكون كملت الدرس ديال اليوم اللي كيخص الحصة الخامسة, أنواع المحاليل ضمن الوحدة الثالثة, الخلائط والذوبان. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.